يا مساء الخير، يا مساء العافية، يا مساء الحب على جميع مشاهدين ومتابعين قناة دبليو تي في وطن، وحلقة جديدة من برنامجنا بيت بيوت. وياكم بالتقديم آية خليل وزميلي مصطفى الطيب. مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء القرنفل على عيونكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين قناة دبليو تي في فضائية، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج بيت بيوت. وهسه راح تنزل أرقام هواتفنا أسفل الشاشة، موجودة تقدرون تتصلون بها، وعندنا اتصالات على السيم كارت اللي هو الخط اللي الأرقام اللي موجودة، وعندنا اتصالات على التليجرام حبايبي الحلوين. وفرناكم هاي الميزة حتى اللي ما عنده رصيد يقدر يتصل بينا على التليجرام. تمام عين ونروح. هاي شلونك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ يوم طالع كيوت. لا أنت طالع حلوة، بس أنا عندي نقص شيء. شنو؟ نقص شيء. مناظر. إي. إي أنا أخذتها. مو لايقت لي اكثر من عده هسه المشاهدين. لا والله هي حلوه عليك. من يخابرونا شوفوا علينا حلوه. يعني اكيد مصطفى وفرنا لكم خدمه التليجرام، تقدرون من خلالها تتصلون بينا بعد شو تريدون، على مود ما تخسرون الرصيد لان احنا نحبكم وما نريدكم تخسرون. يعني عندنا اول اتصال ويانا ونقول يا الو. يا الو، مساء الخير. شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تكونين بخير. الحمد لله بخير. حبيبتي نورتي. بخير احنا بخير. فدوى لقلبك يا عمري، اسمك الثلاثي؟ يعني صديقة البرنامج نجاح عادل. هدى عادل، حبيبتي نورتي البرنامج قلبي. هدى انت ربحانه ويانا؟ ها؟ ربحانه؟ مرة ما ربحت، هاي سادس مرة اتصل بيكم. يلا هدى ايش؟ نجاح عادل من الموصل. هدى تحياتي الك ولكل اهالي الموصل. هدى، هدى منين تشاهدينا؟ من التلفزيون؟ والله من التلفزيون. ايه ها حلو. يلا هدى ابقى على الخط وناخذ اتصال ثاني ويا مصطفى ونقول يا الو. تمام نروح اتصال اخر ونقول الو. الو مرحبا. مرحبا يا هلا والله. شلونك مصطفى؟ تاز راسي، بس شوي علينا صوتك ونصينا صوت التلفزيون. اجل شنو؟ لا فرح حسون من الواصل. شلون؟ فرح حسون من الواصل. ما اسمع. فرح، فرح من الواصل. فرح ايش؟ فرح ايش؟ فرح حسون من واسط. فرح حسون من واسط، حياك الله يا فرح. فرح قاعد يشاهدين على التلفاز وقاعد يشاهدين على التواصل الاجتماعي. لا هذا قلت من الشاشه. من الشاشه. تمام فرح، انا عندي سؤال. تمام حابه اسال، انت متزوجه ولا لا؟ اي نعم متزوجه. يا رب ان شاء الله زواج الدام. فرح شنو امنيه حياتك؟ نعم شنو امنيه حياتك؟ والله امنيه حياتي اقعد ببيت ملك مو اي جار. يا رب. امنياتي كلها بس بيت. يا رب ان شاء الله قاعدين ببيت ملك. تمام. اي اقول لك مصطفى وقت القرعه هاي ثالث اسبوع. لا شو ثالث اسبوع؟ لا احنا شوف احنا بالاسبوع عندنا ثلاث حلقات. تمام عيني؟ فالقرعه راح تكون هالايام ان شاء الله. هالايام ان شاء الله نسوي القرعه. يلا. يلا لما تختارين فرح؟ اختار مصطفى. يلا وهدى حتكون وياي ونلعب الجرقه. مو هدى، مو هدى نجاح اسمي. لا نجاح. لا مو اسمه، اسمه نجاح عادل. نجاح عادل. نجاح عادل وفرح حسون من واسط راح تكون وياي وفرح ونلعب لعبه الجرقه. تمام شباب شوفونا. يلا نلعب الجرقه. آيه. نعم انا راح اختار آيه والكهرب طافي عندنا. انت تلعبين مكاني طفي الكهرب. والله بس نجاح. نجاح انت وياي. آية يا ريت. يلا انا العب. ليش بس انا مو زينه بالجلكه؟ يلا المخرج يساعدنا ان شاء الله. ماخ مخرج يساعدنا ولا هاي احنا جايين نلعب هنا. تمام خوزيم يطلع عضلاته ويلعب. تمام يلا يعني هم هم ما تشوفين وعندك اربع عيون. اي صدق عندك اربع عيون بس ما بين جامعات باعوا. يلا تمام. يلا نجاح. يلا نلعب اول. نقول اول ونمبر 1 نجاح. يلا واحد. فرح انا شلونك بلعب الجلقه؟ لاعبه قبل الجلقه؟ والله وياكم لاعبه. بس وياها لاعبه. تمام يلا فرح اختار رقم وانا سادس ما اصغر ذمي. رقم 4. رقم 4 والله فرح اللي ببالي، رقم اللي ببالي. يلا حلعب رقم 6. يلا رقم 6. ها حلو انت من هذا النوع. اي حياتي. تمام فرح تختارين وانا اختار. لا يلا اختار ليش رقم؟ ها عيني حتى تونين 8. يلا لعب وخوش تلعب مصطفى. نجاح نلعب وخوش نلعب ان شاء الله. باع شلون يباوع. يلا تمام حتى اعلمك. حتى اعلمك لو مخليتها انت هنا راح اصير من راسي. اي خليها هنا. لا لا ما يصير.
ما يصير بعد. يلا. ما يصير بعد. ما يصير. أنا جايش. شوفوا جايش. أغششك. يلا. مخرجنا ماكو غش. ماكو مخرجنا غش. لا. يلا. تمام ما يصير. حلو. لا. حلو. نجاح شاء الله. لا تغيرين وياي، لا تغيرين وياي، لا تغيرين. يلا. شلون لوتي؟ شلون لوتي؟ لا تغيرين وياي، تمام؟ ها عيني. هنا نلعب. جيب الكاد جيبه مصطفى. جيب الكاد جيبه. اي سمعينا سمعينا. جيب الكاد جيبه عفية. جيبه. عفية. تمام. هاي هنا. هاي اليوم ادوخها لكم، ادوخها لكم بشكل مو طبيعي. تمام. يلا ايش خايفه؟ شوف هسه ساعه سوى اني تمام راح العب على شيء من راسي منين ما جبني انا مقول الف الف مبروك فرح فرح نجاح فرح الف الف مبروك يا فرح فزتوا ويانا ودخلتوا ويانا القرعه اسفه منك نجاح انا مو زينه بالتلقي والله والله انا اسفه اعتذر من قدك شكرا لك اتصالك والف مبروك الفرح دخلتوا ويانا بقرعه زين ايه شكرا للمتصلين اللي اتصلوا بينا فرح ونجاح. ايه قبل اروح اتصالين اسال السؤال شنو امنيه حياتك؟ امنيه حياتي؟ ايه ما ادري ما عندي ما فكره يعني ما عندك ايش امنيه بنيه شابه تمام ها عيني بقمه الجمال اللي موجود عندك والتفكير ما فز يوم ما تش امنيه حياتك؟ امنيه حياتي اثق 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 بالعالم اثق ما عندك ثقه بالناس؟ لا ما عندي ثقه ابدا 0% الكل؟ ايه كل حتى اهلك؟ والله بعد النظاره حتى اهلك؟ لا اهلي اثق بيهم أهلي. لا الكل يعني تمام خلاص سمعتي كعامة ايه سمعتي قالت انا ثق ما عندي ثقه بالكل تمام ما طول ايه ما عندها ثقه بالكل لا باهلها ولا باصدقائها ولا بناسها فاتمنى تركون ايه وروح اتصالات يقول الو هاي ترى يحرق يعني الو الو شنو امنيات حياتك؟ بعدين مرة اتصالات الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الو السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا وغلا نورتوا السلام عليكم والله السلام. وعليكم السلام يا هلا والله وعليكم السلام الو 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 على ما اعتقد اكو مشكل مشكل في الاتصال الو الو جاي اسمعكم وانا انتم تسمعون من التلي على التليجرام سمعينا من الهاتف يا عزيزتي الغاليه سمعينا من الهاتف ونصينا صوت التلفزيون بس باوع عيني هسه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك؟ وياكم مريم جمعة من بغداد. مريم جمعة حياك الله يا مريم، وين من بغداد مريم؟ مريم. بالشعلة. بالشعلة. طالبة ربة بيت؟ طالبة. طالبة. مريم ذكري لنا فد موقف صار عندك بالمدرسة. ما صايرة وياي مواقف. اوكي. تكرهين واحدة من صديقاتك؟ تحبين واحدة من صديقاتك؟ توجهي تحية من خلال دبليو تي في؟ اي اي عذراء صديقتي. يلا تحياتنا لعذراء صديقتك. تمام نروح اتصال اخر. يلا نروح لاتصال اخر ونقول يا الو ويا هلا ويا مرحبا. شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ زينة وانت شلونك؟ اسمك؟ ملك احسان صباح اسمك؟ من النجف ملك ملك من النجف ملك؟ ملك احسان صباح من النجف ملك احسان صباح من النجف حياك الله يا ملك من النجف تحياتنا لك والاهالي النجف ملك ملك نعم تختاريني من الاخير تختاريني لو تختارين مصطفى مصطفى اه حلو 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 اهالي النجف احبكم الله على كيفكم تمام حلو متابعين يعني هيك ان شاء الله تخسرين ملك اتقرب يمكم وايش اسبكم ان شاء الله تخسرين لا حبيبتي تختاري مصطفى ما يحبوش وما يحبوش مريم ما يردون مصطفى هم يحبوش اذا خسرتي ملك اقوم اقمز هم يحبوش يعني بس هم يردون مصطفى ليش انت بعتيني بلا يا الخيار مصطفى مصطفى لا وصفه اسف انا موجود شمت بيك آية يلا شوف مريم مريوم مريومتي يلا حتكونين وياي تمام يلا خلينا نقوب وجهك انت غشاش يلا واحد اثنين عمو حسين يلا اقعد زين
بيع الطماطة فلسين. يلا يا عيني خلينا نلعب. يلا. يلا يا ابوي. العب وخوش تلعب. يلا. العب وخوش تلعب. تمام؟ ان شاء الله ما حد يشمت بينا. احنا نشمت بالعالم. دائما انا شمت بالناس. يلا ان شاء الله افوز اني ومريومتي. حتى اذا ما فزنا اتخابر واربحها. بس انا خايف، انا اخاف من هاي اللعبه والله. ليش؟ ما اعرف اخاف من لا مو انت من تقول اخاف يعني. والله انا قلت اخاف من هاي ام اللعبه هاي. انا اخاف من هاي اللعبه، انا بعد لعبه صاير ما العبها. انا اخاف من هاي. قلت لي تختاريني اختاريني. مريم ربحتي ويانا ودخل اسمك بقرعه. ملك ملك الك الله الك الله ملك الك الله. ملك شمته بيا ما انا شمته بيا. نجي يوم الشمس. مبروك دخل اسمك بقرعه على جهاز بلاي ستيشن. قلت لكم اختاروني تفوزون. تختارون مصطفى اكيد تخسرون. نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شلونك تعاين اليوم فاطمه؟ شخبارك؟ حياتي في دول قلبك. انت لا قاتل النظرات. اي غير مالاتي. انت الحلوين. في دول غير مالاتي، خلف الله علي. غير مالاتي نظارات وحلوات وانا. محروق محروق مصطفى. انتم حلوين، انتم حلوين. انتم حاليين نظرنا عليكم. شوفي شوفي احسن لك. نحبكم والله يومين طلع عليكم. فدول فدول حبيبتي. اسمك اسمك اسمي زينب عبد النبي من بغداد. زينب عبد المهدي. عبد النبي عبد النبي عبد النبي كريم. يلا ماكو فرق. اي حبيبتي. زينب من وين؟ من بغداد. من بغداد. زنوبه. نعم. ها حبيبتي زنوبه. صدق اريد اسالك سؤال، شنو امنيه حياتك؟ اني؟ ايه والله امنيتي اكمل دراستي. شلون؟ امنيتي اكمل دراستي انا عدت المدرسه وزواج وهسه رجعت. ان شاء الله ترجعين تكملين دراستك. تكملين دراستك ان شاء الله. ترجعين تكملين دراستك يا رب ان شاء الله. اللي يريد شيء يقدر يوصل، ماكو شيء مستحيل ان شاء الله. يلا زنوبة ابقى على الخط وناخذ اتصال ثاني ويا مصطفى. تمام نروح اتصال ثاني ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. لك مصطفى. تاز راسي والله، شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله. في دول عمرك. اسم الثلاثه من وين؟ مصطفى عباس جميل. شلون؟ مصطفى عباس جميل. مصطفى عباس جميل. جليل من وين يا مصطفى؟ جميل جميل مو جليل. جميل من وين يا مصطفى؟ من وسط. من وين؟ من واسط. تحياتنا لك ولاهالي الواسط. حياك الله يا مصطفى. مصطفى سؤال وياك. اسالك لو ما اسالك؟ اخر مره تمام صارحت بنيه ورفضتك. لا 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 بعدني طالب. ها؟ قلت لك بعدني طالب. يعني ما مصارح بنيه لحد الان؟ ما مصارح. كان كان ولا مره صارحت وحده. يعني بس وحده. اضربها بكرك. يلا يلا يا مصطفى وزينب اختاروا واحد من بيناتنا يعني. انا اختار ايه بما يلا زنوبه حتكوني وياي ونلعب لعبه المحبس. تمام مصطفى حتكون ويا مصطفى. بس مصطفى اثنين ما اقدر لهم. يلا ان شاء الله افوز. يلا هاي اللعبه تعتمد على الحظ يعني. مصطفى يلا شكردانه اختار مصطفى بالبدايه وبعدين اني. مصطفى مصطفى صافي. لا لا ماكو آية تختار. انت اختار شكردانة واحدة من ضمن الشكردانات اللي موجودة الأربعة. اختار رقم. رقم أربعة. رقم أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة وهذا الرقم الأربعة. يلا زنوبة زينب مو أي زين. اختار رقم ثلاثة. واحد اثنين هذا؟ ثلاثة. تمام ونروح نشوف آية تمام ايش يطلع وياها بالمحبس. أنا آية خاف منها بالمحبس، كلش خاف منها. قصرتي ويانا للأسف زينب أشر لك هيك بحواسي. تمام نروح لمصطفى بن واسط الحبيب الغالي يا مصطفى. مصطفى عندك حظ لو لا؟ يلا إن شاء الله عندك حظ. وأنا أقول لك من مصطفى الطيب ان شاء الله يكون عندك حظ. وما طولت وياي يعني عندك حظ. صافي الف الف مبروك.
حلو حلو. الف الف مبروك لك يا حبيبي حلو. مصطفى دخلت ويانا قرعه لعبه البلاي ستيشن. زينب حاول اتصال بنا بالحلقات المقبله وان شاء الله تكونين انت الفايزه. الف 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 مبروك. يلا روح الاتصاليه. عبالي سيدي السؤال بس روح اتصال. الو يلا. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ الو الو شنو هالصوت الحلو؟ الو مساء الخير. الو الو اسمعك بس صوتك يقطع، حاولي تغيرين مكانك على ما صوتك يصير زين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك شخبار؟ ان شاء الله تكونين بخير وعافيه وصحه. تمام الحمد لله بخير. اسمك الثلاثي؟ فاطمه انيس مدلول. ما دا افتهم الصوت يقطع كلش. اسمك؟ فاطمه امين. الاسم فاطمه انيس مدلول. فاطمه انيس مخابرتنا عن نت، نتش قطع. من وين؟ صوتي قطع. من بغداد. من بغداد. فاطمة. فاطمة. أنت طالبة؟ نعم. ها؟ طالبة. طالبة بيعصف؟ إي طالبة. بيعصف. ثاني متوسط. مبينة. ثاني متوسط. مبينة يعني مو شاطرة كلش، مو فاطمة لو أنا متوهمة. ليش هذا حظه وهي كانت مو شاطرة؟ شلون؟ قلت لي انا مو شاطره. يعني مو انا مو شاطره. اه يعني انت مو شاطره. تحياتنا لك فاطمه. بس ما تحبين الدراسه مالك واجب. بس انا لا شوهت بالدراسه ضعف الثاني عطى. يلا حبيبتي ان شاء الله تكونين المتالقه دائما والقدوه مال المدرسه وان شاء الله اشوفك باحسن المراتب. فاطمه ابقي على الخط وناخذ اتصال ثاني ويا مصطفى. امين يا رب. تمام خليك شلون يا فطومه خيت الغايه ونروح اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا هلا وغلا. بعد عمرك الله يا روح. تعز راس والله، حياك الله، نورت برنامج بيت بيوت وقناه دبليو تي في فضائيه. حبيبي اسمك الثلاثه ومن وين؟ عباس جاسم من السماوه. سجاد؟ عباس. عباس جاسم من السماوه. عباس جاسم من السماوه، بشرني يا عباس اخبار السماوه؟ بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله عساكم بخير. عباس حياتنا لاهالي السماوه. هاي روح عباس. ها حبيبي فدوى روحك تسلم لي. عباس ايش قد عمرك؟ 28. العمر كله يا رب، عمر النسر ان شاء الله. عباس مرات احنا نسمع اكو بنات تصارح شباب، انت صادفتك مره بنيه صارحتك؟ اوه كومن. اخ كومن؟ اه حلو. اي والله. اخر مره بنيه صارحتك اخر مره شو وقت؟ وياي بالجامعة والله بس رفضتها. ايش قالت لك؟ ايش قالت لك؟ المهم جت قالت لي عاد انا احبك وهي قلت لها انا رفضتها. اول مرة عراقي يقول بنية جت صارحتني ورفضتها. ليش رفضتها؟ خلينا نسمع ليش رفضتها؟ مستحيل. مو احنا اقبلها لازم اوفر لها كل متطلبات الزواج وانا بعد ما طالب ما متخرج. يا رب ان شاء الله تكون عندك الحالة والإمكانية أن توفر كل متطلبات الإنسان اللي تسعدك يا حبيب الغالي. ونروح وياك يا عباس وفاطمة اختاروا واحد من عندنا. يلا يلا فاطمة حتكون وياي وعباس حيكون ويا. نروح لعبتي المشهورة. هم الجلقة هم الجلقة هم الجلقة الجلقة ما احبها، الغوها الغوها ما احبها. انا تصور ما احبها. يلا انا تصور طبعا لان انا ربحك دائما. تمام يعني انا وهاي انا مربحش دائما. اي بس يلا 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 لعبي فاطمة. فاطمة اكو حد يمك؟ اي ها حياتي. نصونا صوت التلفزيون وسمعونا صوت التليفون. اي انا اشوف التلفزيون. شلون؟ انا ما داش التلفزيون. صوت يقطع يا فاطمة. فاطمة اختاري لنا رقم. فاطمة على ما تختار رقم يا آية يمكن باكر نخلص. أنا ما شفت التلفزيون. العبي مكانها. يلا مو أنت. يلا أنا حلعب بدال فاطمة. تا
تمام يعني انت وانت سباعيه وهاي لعبه لعبتي خلي ولا المصطفى سبحان الله ايوه انا شوفي يعني انت اصلا هاي اللعبه لعبتش فلعب دافع الطمر ما بيش طبعا شلون لوتي مصطفى يا الله ادخلي ابني صلى عليك ابني فوزني عليك الله لا والله تخليه والله بربك هذا دوم ما تخليها بالنص والله عليكم الله يا رقم وخليها مخرجنا ايه عفيف دول قلبك روحان لا مخرجنا ايه يا رقم يا ما شي ما خلي يساعدني ما خش على 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 ماكو جايين نلعب احنا جايين نلعب تتبعي عندك هو هاي اللعبه تعتمد على من على الانتباه على التركيز اي حطيه هنا حطيه هنا اي لا حطيه شوف حطيش خايفه انت ايش تخافين؟ لا تخافين خليش دائما يلا تلوزها تريد وين تخليها تمام شي تريد وين تخليها بابا اعزائي المشاهدين التفكير بلعبة الجلقة تمام تعتمد على التركيز وعلى التفكير عباس لتفوز؟ لا تفوز عباس تريد تفوز؟ روح انا خادم عباس احسب نفسك انت قلت فايز عباس يلا عشان انت يلا الف الف مبروك لك يا عباس يلا ما يخالف الف الف مبروك لك يا عباس ما اربح بالجلقي الف الف مبروك لك يا حرفة الحظ بالحلقات المقبله عباس جاسم من السماوه صديق البرنامج بيت بيو شكرا لك يا عباس وشكرا لكل المتصلين اللي يتصلون بينا وحبايبنا اللي ما لحقوا يشوفون ارقام هواتفنا ارقام هواتفنا حتكون هسه اسفل الشاشه حتى تحفظوها كنت تصلون البرنامج ببيت بيوت وتقول آية شدك كافي مصطفى مصطفى صدق شنو أمنية حياتك الصراحة لا تعليق لا عشان لا تعليق لا احكيها لا احكيها شوف أنا ما راح أنا ما راح المشاهدين وقدام متابعينك أنا راح أقول قدام الكادر وقدام القناة لازم نعرف لا حتى مصطفى حتى تكون صريح تمام والله تمام هي لا تعليق بس بما أنه الحبيب الأستاذ حيدر قال لي احكيها ما راح احكيها يلا اوكي يلا جد تحب المخرج الحيدر لا صديق اخوي الله شاهد تمام وانت زميلتي وكل شيء امنيتي اسرق قلب شخص ولا تقليل من الشخص منو امنيتي لا استاذ بدنا نحكي يلا حدا ما اريد نعرف يلا خلي ورا اتصال خربت ورا اتصال الو الو هلا يا هلا والله من ويانا معكم نجاح عادل من المرسل كش ما سمعت شلون نجاح عادل من المرسل نجاح ام نجاح يلا نجاح حتختارك هسه نجاح امتمسا خسرت وي ايه مو شلون خسرت وي ايه نجاح ايه يا نجاح يعني عدك نجاح ثق بالله الكريم ثق بالله الكريم والدتي تتصل بالبرنامج يوميه ساعه كامله ما تحصلنا وانت يا نجاح هذا الحظ اللي عندك تمام كل ساعه تسال فينا كل ساعه تبكي علينا اللهم استاذ مصطفى عين انت انت الستور استاذ قولي وين احطكم بس ما قاعد تربحون وياكم ما قاعد اربح وين احطكم ان شاء الله راح تكوني هسه وياي انا راح اختارك يلا اوكي راح تكوني ويا مصطفى وناخذ اتصال ثاني ونقول يا الو يا مرحبا شلونك؟ اختار نجاح انا وآي تفوز ويا واحد الو مرحبا شلونك؟ مية هلا شلونك ايو؟ هلا وغلا نورت في دول قلبك اسمك اسمك ياسر عبد الله ياسر عبد الله ياسر عبد الله من وين ياسر؟ من بغداد ياسر منو قاعد يمك؟ وحدي ليش وحدك؟ مو هاي الفترة ما في استراحة يعني مرتك ما موجودة يمك متزوج؟ لا ما متزوج عبالي متزوج زين ياسر شو كنت تتزوج انه فرح بيك؟ ان شاء الله ان شاء الله شو مأيس من الحياة ياسر؟ لا ليش؟ حلو حلو اي اريد هيجي حماس اريد تفاؤل يلا ياسر حتكون وياي اسم الحياة؟ ها؟ شلون؟ نشوفكم بأي اسم الحياة؟ في دول قلبك نورت ياسر ونروح لعبة التصاوير الله يلا نجاح حتكون ويا مصطفى وياسر حيكون وياي أتشاء لا تتربح مبين عليك أتشاءم
من لعبه الايش ايش التصاور. يلا حبايب اعزائي المشاهدين الحلوين اللي قاعد يشاهدونا اللي احبهم اللي مونسينا واللي احنا مونسينه ببرنامج بيت بيوت تمام عيني هي مو صافي. حبايب الحلوين راح نروح لعبه التصاوير. فشكرا لكم اللي انتم دائما تشجعوني وتخلوني مركز اول تمام عيني وتقولون يعني تصاوير. يلا 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 عيني يلا, يلا نلعب وخوش نلعب. باي بعد انا قوبتشين ما من قوبتشين تفوزين عشان انت مو هذا مضغوط اثنين اربحك بس هسه هالمره احس انت حتربح عشان انت ورقه ورقتين يلا نلعب. مصطفى قام يرجف احسه شني يا عاصر نسيت شيء والله ربح. هاي لعبتك ربح نجاح ربح نجاح مصطفى نجاح ياسر نعتذر من الف عندك. الف مبروك لك يا نجاح واخيرا ربحت نجاح الف مبروك لك يا نجاح تختارين ايه وكل المتصلين يتصلون يا شباب ما متابعين ومشاهدين يدورون راح تنظلمون اذا اختاريتوا ايه وراح تخسرون وما تستفادون شيء فخليكم وياي حتى تفوزون ونجاح من يوم رمضان واحد لحد اليوم يعني ما مختارتك نجاح وي آية ولا مرة مختارت نجاح وي آية تخسر تمام عيني واليوم نجاح فازت وياي شكرا حبايبي وألف ألف مبروك لك يا نجاح متابعين يتابعون ومشاهدين يحبون يدورون وجوه ما يدورون ربح وين نجاح؟ كاتبة نجاح؟ نجاح تمام ألف ألف مبروك وجوه هذا الوجه الحلو ألف مبروك يا نجوحة خيتنا الغالية صديقة البرنامج ألف مبروك لك يا خيتي آية يلا يلا شنو أمنية حياتك؟ أمنية حياتك خليها آية لا شغلنا ميوزك لا لا ما يحتاج ميوزك هي كلمتين يلا ميوزك ميوزك هي شوية هي كلمتين هي كلمتين تمام لا أكثر يعني الله ايش قاسم لك تشوف العين خلي دخون متابعين يلا دخو تمام روح اتصالات معكم اعزائي المشاهدين وناخذ اتصال مخرجنا خوش موسيقى طلعت لنا ناخذ اتصال ونقول الو 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 هلا والله الو من وياي ملك احسان صباح من النجف ملك احسان سويتي اتصلتي فينا مو؟ ايه تمام خسرت خسرت وينك انتي؟ وياك ها؟ ويا من جنتي؟ وياك ويا مصطفى اي ويا مصطفى ها 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 مو موجود مو موجود مو موجود احنا قلبنا ما موجود ما موجود ما موجود موجود ملك ويا من جنتي؟ ويا من جنتي؟ ويا مصطفى ها ويا ملك احسان صباح من النجف ابقوا ويانا على الخط وناخذ اتصال ثاني ونقول يا الو يا الو الو من بيت بيوت شلونكم الو الو زينين الحمد لله ان شاء الله تكون زين وان شاء الله الو الو وياك الو شنو رجع التليفون مو الو 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 شلونك الو شلونك الو الو يلا حسين الو تعال ها وياك
جالسه يريد شاي؟ اريد قهوه نسكافيه. الو الو. طبعا اتصالات على النت على التليجرام تكون شويه ضعيفه، حاولوا تكونون بمكان تكون به شبكه على مود تسمعونا ونسمعكم. الو ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو 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 مرحبا. الو الو شو صافن؟ الو شوف متصل شوي تشوياك تعبتوا متصل. مصطفى سرحان ضارب ركن. مصطفى بالمنطقه ضارب ركن بالمنطقه ويم الهديه. يا شوف تعبتوا وما حد يرد عليك ما اعرف ليش. الو الو ماكو صوت ماكو صوت. الو لا شلون تسمعني اذا ماكو صوت. الو 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 لا تسمعونا من التلفزيون سمعونا من صوت التليفون رجاء. اترجاكم نصونا صوت التلفزيون لان احنا دا نتعذب وياكم لان الصدى دا يرجع لنا فصوت دا يقطع فحاولوا تسمعونا من صوت التليفون رجاء اترجاكم بليز بليز رجاء. يلا ناخذ اتصال. الو 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 اي شو اي بس الو اغفل انا الو خل اقوم صدق الو خلها مرحبا خلها نحكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس قاعدي شلونك؟ زينة الحمد لله. اسمك الثلاثي؟ مها فلاح حسن. مها فلاح حسن. من وين مها؟ من بغداد. مهاوي؟ لا مها ها 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 مها شنو امنية حياتك؟ اتخرج. من المدرسة لو من الكلية؟ من الكلية. يا كلية انتي؟ علوم. علوم. ان شاء الله يا مها ونشوفك متخرجة وان شاء الله نشوفك باحسن المراتب. مها المن تختارين؟ اختارك ابي. فدول قلبك حتكونين وياي وملك حتكون ويا يلا مصطفى. يلا حبايب يلا نلعب محبس. محبس غطيني 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 خليني مبيت غطيني خليني مبيت تمام عيني. انا اشيلها فريها. يلا فريها فريها بعد 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 تمام دوختني. تمام نجي روح ملك احسان. يلا تمام يا ملك اختاري شكون ثاني. اختاري يلا اختاري. لا ما يصير يختار لك ملك. انت تختارين اربع شكردانات اختاري واحد من عندهم. واحد اثنين ثلاثة اربعة اختاري واحدة. اللعبة هاي تعتمد على الحظ. يا رقم واحد. يلا واحد هذا واحد. يلا يلا مهاوي اختاري رقم. عندك ثلاث شكردانات اختاري رقم من عندهم. ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. يلا يلا مصطفى نشوف ملك يلا شو تقولين؟ يلا شو تقولين؟ اكيد انت حتربح. تمام خل ابغى انا. لا ما يصير. مام خسرتي. مهاوي حبيبتي يمن المحبس وبات بات بات بات. فزت؟ اكيد فزتي ودخل اسمك ويانا بقرعة على جهاز بلاي ستيشن وهاي الصفقة على عناد مصطفى. ملك احسان اسفين منك ملك ما ردي اخترت يا مصطفى. تمام يعني المرة الثانية انت من البداية اختار اي زكت وياي اول انت متصلة اول متصلة. شكرا لك يا ملك عاود اتصال مرة اخرى وان شاء الله تفوزين. تمام وانا احب هذا الاصرار احب اصرارها. تمام اكون او لا اكون ان شاء الله تكونين اي ارجع وياك. اكثر أكلة تحبيها؟ أكلة برياني. برياني بعد. أمي شلون تسوي برياني؟ أويلي أسوي أسوي الإعلان لأمك؟ تمام يعني تمام؟ شي بوراق أمك. تمام. أكثر أكلة تحبينها برياني وبعد؟ والدولمة. والدولمة بعد. ثلاثة. وأحب الثريد. الثريد شنو يعني ثريد؟ ثريد هيجي تشريط ويا لحم. ها لازم مو أنا عبالي ما هي ثريد يعني مثل خبز وحليب. لا لا ما أحبي أنا عظامة. ها حلو عظامه عظامه عندك باج؟ ها اي باج. اول ما تقعدين الصبح شو تحبين تريقين؟ كيري
وصامونه، مو صامونه كامله، هيك شويه او شاي لو كابتشينو. تمام، كثير متابعين يقولون اي مسوي دايت؟ لا والله يا اي مسويه. الصبح صمونه ونص باكيت كيوري، والغدا تمن ومرقه، والعشاء كنتاكي وبيزا وبيبسي بطل ابو الالف. والله دايت مسويته يا جماعه. استمروا عليه خلال اسبوع تنزلون 4 كيلو. خطي الناس الناس هاي. تسال حكيم. اعزائي المشاهدين روح حكيم اتصالاتنا، هذا دايت، هذا هجمان بيوت. والله هجمان بيوت. هذا الدايت مالتي. تمام نروح اخي اعزائي المشاهدين. تمام. يلا. مصطفى خلانا اسالك. مصطفى انت شو تحب اكله؟ هاي هواك اكلات حلوه. اي طيبه. طيب. تمام. اول شيء دجاج. دجاج تضرب على الدجاج. احب الدجاج. اموت على الدجاج. الشوي. الشغله الثانيه تمام مشاوي. يعني اكو شخص مرات يظلمك شيء معلاق. مش هاي اكلتك ما افقد عليه. ها زين شنو الاكله اللي تكرهها؟ الشجر اكيد مو؟ الشجر والسبيناخ ما ينداعي. السبيناخ طيب ويا فجل. ما ينداعي. يعني انا مره بالجوع. زين ليش انت مخصص؟ جرحت بالجوع. شنو؟ سكت جرحت السبيناخ بالجوع. يعني جرحته المخ. جرحته السبيناخ. مره كنا سبيناخ انا وآية تمام يعني في مكان الماء اكلنا سبيناخ. طبعا والله صحيح في مكان الماء. شلون اكلته؟ تمام كانت آية قالت شلون اكل سبيناخ بعد انا ايش اقول؟ اوه سبيناخ بوية اكلتها هاي. انا مرات لما اقعد تمام واشوف اكله ما تعجبني ما اقول مو طيبه لا اكلها. حلو التواضع اللي عندك. اكلها طيبه هاي قلت لها طيبه آية قالت اه قلت لها ماكو هاي مرقتي. مع العلم والله الكريم والله الكريم لحد انا اتذكر ايش انضخه تمام على هيك الا صفق له. والله عمي انت متواضع زين. تمام اروح الايه اروح الايه ايه 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 سيدي السؤال جاوبني بصراحه. ايش شغل ميوزك انا ما اريد ميوزك. تريد عم تريد ميوزك شغل ميوزك لا غيرها اكو غيرها. ايه اذا منعتي من الاكل يوم واحد من الصبح للليل ايش راح اسوي؟ زين اكو فواكه حلويات ماكوش ماكو ما اقدر اموت. عفوا الله يخليك من تبكين؟ من الاكل تبكين؟ اي ما اقدر لا بس اذا اضوج او انغث ما اخل. تمام اي غمضي عيونك. يلا غمضي عيونك. لا نزلتي. اه يلا غمضي عيونك. تمام عيني راح اشيلك. يلا اي يما خاف. اهدي اهدي يلا غمضي عيونك اهدي. يلا مشاهدين الكرام جاي باعون. يلا تمام عيني اي انت شخص؟ اني؟ اي شنو اسباب الخيانه؟ ما اعرف ليش خنتي؟ هيك يعني كانت فتره مراهقه. مراهقه بس؟ بس انا هواي خانوني العالم يعني ما نبي غرض العالم اترحين اترحين اطلعي من السؤال. ظل مغمضه ظل مغمضه تمام واهدي يا ضحكي. اوكي خلي جوابي صريح. يلا ذكرتي قلت انا خنت. اي خنت. ليش خنتي؟ اسباب ما اقدر احكي. تمام. يعني خنت هيجي كتليفون يعني. تمام اسباب ما قدرين تحكينها. اي اريد افتح انا اخاف من الظلمه. لا تفتحين. اخاف والله. لا 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 ارجع غمضي. يلا. ايه اول ما تقعدين الصبح تقولين يا الله اول شخص يجي على بالك. ماكو اي شخص يجي على بالي. لا موجود. ماكو. بسرعة. اكو شخص تارك اثر بآية؟ لا. ابد. شخص قديم. قديم؟ لا. ماكو؟ ابد هذا كرسي الاعتراف. تمام خلي شوي آية. تمام فتح عيونك؟ ايش حسيتي؟ حسيت ما تخوف الظلمة والله. حياكم الله تخلوني في الظلمة. حياكم الله. تمام حبايبي الحلوين مشاهدينا الكرام قناه دبليو تي فضائيه برنامجكم برنامج بيت بيوت مشاهدينا الكرام نروح وياكم اتصالاتنا الحلوه اللي موجوده من اعز ناسنا اللي موجوده من داخل وخارج بغداد وكل محافظاتنا على العين وعلى الراس ونقول لكم يا هلا وغلا بكل الموجودين وكل المتصلين يتصلون بنا وارقام هواتفنا موجوده ونروح وياكم اتصال ونقول الو. الو. الو يا هلا وغلا. الاعتراف برنامج بيت بيوت. الو. شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. تعز راسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مصطفى اخبارك؟
فدوى روح لك بعد روح الغالي. ايش اخبارك؟ بعد جو بعد جو بخير الحمد لله. فديتك يا حبيبي انت من وين؟ عبد احمد من الموصل. عبد احمد من الموصل، حياك الله يا عبد. عبد اكو مثل عندكم، حيا الله. عبد اكو مثل عندكم تعرفه؟ يقولون مغه مغه مغمغه. شنو هاي؟ مغمغه شنو المثل شنو؟ مغه مغه مغمغه مثل موصلي. ايه سامعه؟ لا الله مره مرمره. صح جاوبتك مره مرمره. من تجاوبك؟ ها؟ من تجاوبك؟ تزوجت؟ لا لا اكو شخص يمك جاوب. جاي نسمع شلون تجاوبتي؟ واحد شنو معناته؟ يمك شخص قال لك قل له مره مره مرمره. ها مره مره مرمره ليش؟ اي انتم مرمرين. انتم مرمرات. انتم مر بذاتك. انتم المر بذاتك. اهلا شكرا شكرا لهم لان جاوبوا لان يعرفون المثل هذا مثل موصلي مغه مغه مغمغه يعني مره مره مرمره. لا مره حلوه فيك. اي بخ مره حلوه فيك. ايه هلا تمام حبيبي الغالي عبد احمد خليك ويانا. تمام نروح اتصال اخر وي اي يلا يلا ناخذ اتصال ثاني ونقول يا الو يا مرحبا وهلا وغلا. الو السلام عليكم. شلونك؟ الو شلونك؟ زين الحمد لله. ان شاء الله تكون بخير وصحه وعافيه. اشكرك ربي يحفظك ان شاء الله. يلا اسمك الثلاثي؟ احمد حسين مسهر. احمد حسين مسر من ميسان. والله عرفت من ميسان ما ادري ليش. ليش جاني احساس انه انت من ميسان ليش ما ادري. احمد عيوني. احمد انت متزوج؟ لا بعدني. لا تتزوج احسن لك. ايش عندك؟ وين جاي؟ وين رايح؟ جيب هيك ودي هيك الريد طلعني هيك. مو احمد خليك هيك طير حر. خلي ودرت يشوف حياته يا آية. خلي ودرت يشوف حياته يشوف وضعيته. أحمد شو وقت تتورط؟ شو وقت تتزوج؟ إن شاء الله نطلع من العراق. وين؟ نطلع من السجن إن شاء الله. بالسجن؟ إن شاء الله. أنت بالسجن حضرتك؟ بالسجن. ليش بالسجن؟ بالسجن؟ متأكد؟ إي والله بالسجن متأكد. الله إن شاء الله يفرجها عليك يا ربي. اللهم الله يا الله يفرجها عليك. دائما متابعين برنامجنا؟ والله متابعين وخابر عليكم من زمان. ايش راح اصلي يعني كل الموجودين يمك متابعينه؟ شلون يعني؟ كل اللي يمك موجودين متابعينه؟ كلنا متابعين والله. الله شلون حمودي سلم لي عليهم ووصل سلامي وسلام الكادر وطن قناة وطن لهم. ويا ربي يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على الكل تفرج وان شاء الله تكون هذا اخر هم لكم يا ربي يا ربي. احنا غايتنا نرسم الضحكه على وجوهكم الطيبه يا رب. ربي يحفظك ان شاء الله ويجمع يا رب الا الخير ويبعد عنكم الشر. احمد حتكون ويا من؟ يا امين. الو ويا من حتكون؟ وياي لو ويا مصطفى؟ الو ايه وياي. يلا احمد حيكون وياي وعبد حيكون ويا مصطفى؟ لا احمد انقطع. احمد للاسف الشديد احمد انقطع وياه مع الاسف. طبعا كنت حابه كلش يشارك ويانا وما اعرف يعني كلش ضجت من هذا الاتصال. مو ضجت من عنده لا يعني ضجت لانه هو بهيجي حاله وبهيجي مكان. طبعا احنا يعني كلش ننقهر انه احنا حريين وهو يعني. فيا رب الفرج عليكم ان شاء الله ويفرجها على كل واحد مهموم ومتضايق يا ربي. ان شاء الله الفرج على كل العراقيين يا رب. وان شاء الله يكون هذا اخر هم وان شاء الله تكون تزيل هذه الغمه عن هذه الامه وكل واحد ضايج يفرح يا ربي. يلا وصلنا ختام حلقه لهذا اليوم. ان شاء الله تشوفونا بحلقه جديده من برنامجنا بيت وبيوت وان شاء الله تكونون استمتعتوا بهاي الحلقه اليوم. انا ومصطفى الطيب تحياتي لكم. تحياتنا لك يا آية وتحياتنا لكل المشاهدين الكرام اللي يشاهدونا من عبر شاشه دبليو تي في العراقيه. تمام هاي الشاشه اللي سالت كثير من الناس. تمام ما اعرف شلون اختم. تمام يعني الاتصال اللي سبقنا جدا مؤلم. تمام أكيد. شخص أكيد. من داخل خلينا نقول داخل
مكان واحد يخلي نفسه مكان مربع كله صعبة عبارة عن أربع حياطين وأنت اليوم قاعد تطلع الطوب ترقص كذا تروح تجي من شنو تاكل تشرب تتنفس غير النفس اللي موجود من ذلك الموقع حبايبي الحلوين يقول لكم في الختام في أمان الله مع السلامة.